بهذه الطريقة السهلة وبهذه الاستراتيجية ستتمكن أنت أيضا أخي الكريم من تحقيق أكثر من $500 في الأسبوع بهذه الطريقة. سهلة وسهلة جدا، فقط تابعني. لا تملك موقع، لا تملك رأس مال، عادي جدا. بهذه الطريقة أخي العزيز سأريك كيف ستربح هذه المبالغ وأكثر منها بكل سهولة. الطريقة لا تحتاج أي خبرة، قم بنسخ التفاصيل التي سأشرحها اليوم، فقط تابعني. يعني سأقوم بتفصيل كل شيء، كيف ستقوم بإنشاء سكريبتات، كيف ستقوم بإنشاء المقالات. لن تحتاج دومين، لن تحتاج موقع ولا أي شيء. لا تخف أخي الكريم، سواء كنت محترف أو مبتدئ، فقط بتطبيق هذه الاستراتيجية ستحقق أرباح ممتازة بإذن الله. الطريقة والحمد لله مجربة مني شخصيا، والموقع أكثر من صادق أيضا إن شاء الله. في هذا الفيديو اللي بشي تبع للفيديو الآخر وعد مني سيحصل على هدية رائعة ورائعة جدا. أولا إخوتي الكرام، وكما وعدتكم إن شاء الله هذه هدية رائعة لكم لكل متابعين الأعزاء، كورس القبول المضمون في جوجل أدسنس. هذا الكورس هدية لكم إخوتي الأعزاء. طبعا الكورس مدفوع، ولكن الناس اللي بتتابع الكورس واللي بتتابع الفيديو لهذا اليوم بتحصل عليه 100% مجانا. طبعا سعر الكورس $44 في تخفيض حاليا، ولكن أنت نعم ستأخذه وتتحصل عليه مجانا. سهل جدا، في كوبون هنا، فقط تابع الفيديو للآخر، سأكتب الكوبون في آخر الفيديو لأتأكد طبعا أن الناس تابعتنا للآخر وتابعت النصائح التي سنقدمها. ستجد الكوبون، يكفي أن تلصقه هنا في هذه الخانة انتر كوبون وتحصل عليه مجانا مثل ما سأفعل أنا. كما تشوف الكوبون ستحصل عليه وستحصل على هذا الكورس مجانا، فقط تابع الفيديو للآخر. ويعني غايتي طبعا كالعادة الناس كلها تستفاد، هذا كورس خاص بنا في يوديمي للناس اللي يعني تشكيت من مشاكل القبول في جوجل أدسنس، يعني مساعدة للجميع، كنا نطرحه مدفوع حاليا مجانا لكل الناس، فلا تبخلوا بدعمنا. إخوتي الأعزاء، بالنسبة للشرح في هذا اليوم، كما قلت لكم هذا الموقع المميز والمميز جدا الذي نعمل فيه منذ مدة. الموقع توقف لمدة، وأنا شخصيا حاليا صرت أدمن في هذا الموقع وأساعدهم في التسويق له. المهم أن كلكم يمكنكم أن تربحوا من هذا الموقع مبالغ ممتازة وممتازة جدا بالطريقة اللي راح نشرحها الآن أمامكم. كما تلاحظوا معي ربحت أكثر من $551 بكل سهولة بطريقة سهلة وسهلة جدا. هنا لو دخلت إلى الداشبورد الخاص بي سأريكم يعني في يوم واحد أكثر من $100. شوف معايا من مقالة واحدة أخي الكريم $112. هذا يعتبر سهل وسهل جدا، ويعني وحتى يعني الحملات اللي عملتها يعني فقط يومين، كما تشوف أنا في يوم واحد وأيضا في يوم واحد، يعني في يومين تقريبا هاتي كل الأرباح التي حصلناها. وش نوريكم أيضا حتى المقالات اللي قمت بإنشائها للربح من هذا الموقع. شوفوا معايا هذا أحد مقالاتي اللي قمت بإنشائها، فاخترت نيتش مهم، نيتش تحبه الناس، this proven strategy to start building، يعني 10 استراتيجيات تجعلك غنيا سنة 2024. فهذا هو كما ترى الآن أمامك أخي العزيز المقالة التي مكنتني من ربح هذه المبالغ الهامة. وهنا كي تفهم كيف يعمل الموقع فهذا سهل جدا. هنا لو ضغطنا على خانة write and earn ستجد هنا أنه الموقع يربحك المال فقط من كتابة المقالات. لا تذهب بعيدا، سأريك كيف ستكتب المقالات بدون أي خبرة، مقالات احترافية، سأريك كيف ستروج لها، ستجلب لها الزوار وستربح المال، فقط تبعني. فهنا بمجرد أنك تقوم بإنشاء حساب يعطيك حاليا $3. هذه بروموشن ممتازة جدا في الموقع، يعني تنشئ حساب تأخذ $3. أقل حد للسحب أخي العزيز هو $10، يمكنك سحبها على عديد البنوك المتوفرة الملائمة لأغلب الدول العربية. والأهم والمميز أن الموقع يدفع للمشاهدات لمقالاتك. أنا دوما أخذ الدول الغنية حتى أربح جيدا. على سبيل المثال 1000 مشاهدة لمقالك، 1000 مشاهدة حقيقية طبعا لمقالك في أمريكا $44، ممتاز جدا، CPM رائع.
يعني 1000 مشاهدة من أستراليا 22 دولار. وحتى لو خذينا الدول العربية على سبيل المثال، هنا لو خذيت العربية السعودية 1000 مشاهدة من العربية السعودية ب8 دولار. طبعا الموقع لا يقبل اللغة العربية، يقبل فقط الإنجليزية. أوكي، نفس الشيء هنا في دول يعني أخرى مثل الكويت 7 دولار. أنا أنصحكم أن تركزوا على هذه الدول التي تدفع جيدا، مثل دولة جنوب أفريقيا، إيرلندا، يونايتد كيندوم 19 دولار، يعني وخاصة أمريكا. أمريكا يعني سي بي ام رائع جدا، وأنا شخصيا اشتغلت على أمريكا باش نكون واضحة معكم، وهذا هو اللي مكنني من الربح. فكما قلنا استراتيجية عمل الموقع سهلة جدا. أولا تكتب مقالة تجلب لها مشاهدات تربح. كيفاش تسحب أرباحك نوريكم، سهل جدا، وفي العديد من إثباتات الدفع الخاصة بالموقع. أنا شخصيا تعاملت معهم، وحاليا كما قلت لكم أنا موديريتور في هذا الموقع وتعامل معهم، فيعني ما شاء الله سحوباتهم صادقة جدا. هذه كلها إثباتات سحب كما ترون أمامكم. هنا لو دخلت إلى حسابي أخوتي الأعزاء ودخلت على خانة السحب او ودرو، هكذا كنت ترى الان امامك، عندي في الافيلبل بالانس 555 دولار، او 51 دولار. انا اوريدي سحبت 88 دولار الى محفظتي. هنا يكفي ان اضغط على وسحب هكذا، ثم يقول لي هل انت متاكد. اوكي، فاوتوماتيكيا الارباح نتاعي تصير في خانه باندينغ ودرو. طبعا الادمن يفعل يعني السحب بعد التاكد من مصدر الزيارات وشرعيتها، ثم يرسل لك يعني على طريقة الدفع اللي انت اخترتها اوريدي في حسابك. كما قلنا ثم العديد من العديد من طرق السحب الملائمة لأغلب الدول العربية. السؤال اللي يطرح نفسه، يا فيصل كيف لي حاليا ان اكتب مقالة احترافية جيدة يقبلها الموقع وفي نفس الوقت تجيب لي ارباح؟ اول شيء تبعني. اول شيء ما افعله انا اذهب الى جوجل ترندز هوت. جوجل ترندز هوت يعطيني اكثر المواضيع الشائعة في اللحظة هيكي، يعني مثلا هذا في العالم اجمع، هاتي اكثر الكلمات المفتاحيه اللي صاير عليها بحث حاليا. هنا تقدر تغير الريجن حسب طبعا الاستهداف اللي انت ناوي تستهدفه. مثلا سافترض اني ساستهدف حاليا يعني مثلا امريكا، فهنا باش يعطيني اغلب الكلمات التي يبحثون عنها حاليا في امريكا. نشوف المقالات على سبيل المثال، يوم امس صار لقاء ممتاز جدا بين مان سيتي وريال مدريد، واغلب الناس قاعده تشوف في مواضيع حول ذلك الموضوع. فانت يمكنك ان تكتب مقاله تتعلق بذلك. الموقع يقبل ذلك في خانه اصلا اسمها سبورتس. طبعا لا تضع روابط لمشاهده مقابلات، وهذا طبعا مخالف، يجب ان تكون مقاله. فكيف سانشئ مقاله؟ هذا سهل جدا. اول شيء تقوم بتنصيب هذا البلاجن اخي الكريم، وهو بلاجن تابع لشات جي بي تي. سأترك لكم رابط تحميله أسفل في الديسكريبشن كي تتمكن من استعماله وكتابة مقالة احترافية بدون خبرة في الإنجليزية. هنا سيقوم طبعا بفتح شات جي بي تي. هناك ما تلاحظ أخي الكريم بعد تنصيب هذه البلاجن يعطيك عديد الاقتراحات لتنشئ مقالة جيدة. هنا يمكنك أن ينشئ مقالة 100% هيومن، مقالة يمكن أن تتصدر جوجل، يمكنك حتى أن تعطيه مقالة وهو يقوم بإعادة كتابتها بشكل جيد. أنا سأختار هذه كتابة مقالة 100% هيومن، ثم سأعطيه العنوان أو الكيورد المستهدف اللي هو لقاء بين مانشستر سيتي وريال مدريد، ثم سأضغط على خانة أنتر. طبعا المقالة راح يكون باللغة الإنجليزية، نقدر نرد إيموشنال على سبيل المثال، والريتينج بون بويتيك لا عشان نخليها ديفولت هكذا، ثم سأضغط على انتر ليبدأ هذا البلاجن في صياغة مقالة احترافية وجيدة لي. هنا يقوم بصياغة طبعا الهيدلاين. بعد أن يفعل ذلك سيبدأ في صياغة المقالة كما ترى الآن أمامك أخي الكريم. هنا كما تلاحظ قد أنهى هذه المقالة. أوكي، المقالة أمامك الآن أخي العزيز، وهنا سمى عنوانها مانشستر سيتي في ريال مدريد كلاش اوف تيتانز، يعني حربوا التايتنز. المهم ساخذ هذه المقاله او العنوان، وببساطه ساذهب الى حسابي في هذا الموقع. هنا ساضغط على ممبر اريا، ثم ساضغط على خانه اد ارتكل لاضيف مقاله جديده. هنا العديد من الناس يرسلوني يقول لي فيصل
يعني مقالي في خانة البندينج ولغاية اليوم لم يقبل. مقالك إن لم يقبل لمدة طويلة مقالك غير مقبول. أنا أنصحك بأن تكتب مقالات أكثر من 1000 كلمة. أنا شخصيا يقبلون مقالاتي. حاول تكتب مقالات جيدة وتضع فيها صور. لو كتبت مقالة يعني متوسطة أو ضعيفة لن يقبل ذلك، هذا عادي جدا. هنا عشان نضع سبورت، هنا يحب ملخص، أضع مثلا هاته. أوكي، مهم جدا أن تضع مقالة أخي احترافية، وإلا أن لن يتم بالمرة قبول مقالتك. ثم سأضغط هكذا Ctrl C و Ctrl V. شوفوا معي المقالة حتى بالعناوين، ولا مهم جدا أنه المقالة تكون بالعناوين وسب هيدلاين وكسترا. لو وضعتها وكأنها بلوك تكست كما هو، يعني في أغلب الأحيان لن يتم قبول مقالتك أخي الكريم. أنا سأعطيك فكرة ذكية يمكنك استعمالها إن أردت، حتى يكون المقال بنفس الصيغة بتاع المقال القديم، يعني بالهيدلاينات وكذا. تجي تقول لشات جي بي تي رايت إيت إن HTML فورمات إن أردت، ولكنك ما ترى الآن أمامك يعني حتى المقالة احترافية. هنا نقدر في هذه العناوين نجعلها هيدلاين 2 هكذا. مهم جدا كما قلت لك أن المقالة تكون منسقة، وأهم شيء أنك تضيف صورة خاصة بهذه المقالة، وتضيف أيضا بعض الصور أو الفيديوهات المتعلقة بالمقالة. مهم جدا تكون مقالتك منسقة يا أخي كي يتم قبولها. هنا عدت لكم إخوتي بعد قطع البث وانتظار الفاليديشن للمقالة الخاصة بي. كما تلاحظوا حاليا المقالة حالتها أبروفد، مازلت طبعا لم أقم لها بجلب الترافيك. سأريكم كيف يستقومون بذلك للربح المالي منها. هنا خليني فقط نوريكم شكل المقالة بعد أن حسناها طبعا وتم قبولها. كما تلاحظوا فقط أعمل مقالة جيدة واستمر قبولها. هاي الصورة المصغرة موجودة، صورة أخرى وسط المقالة ضمنت فيها أيضا فيديو في الأهداف نتاعهم. يعني مقالة كما تلاحظ الآن احترافية وفيها حتى الفيديو. تقدر أيضا ضيف روابط، ما فيش إشكال. المهم تكونش يعني روابط تؤدي إلى يعني أشياء يعني سلبية. حتى روابط الأفلييت ما عندوش مشكل، الأدمن يمكنك أن تفعل ذلك. وهنا طبعا بعد أن تقوم بإنشاء مقالتك حان الوقت لجلب الزوار أي الأرباح. إذن كيف جلبت زوار لمقالتي التي ربحتني مبالغ كبيرة كما كنت نوريكم منذ قليل في أكثر من 43,000 زيارة، كلها أو أغلبها من أمريكا. سأريكم السر إخوتي الكرام. نعم، هو باستخدام منصة Propel Ads بعمل حملة إعلانية بسيطة تكلفت علي فقط $13. يعني $13 جابوا لي أكثر من $120 لمقالة واحدة. هذا هو ما يعتبر كنز. شوفوا يعني الزيارات بكم، يعني CPC لدولة غنية مثل أمريكا ب 0.01، مش حتى 0.1 يعني يا بلاش. يعني CPM هنا 0.6 فقط. اخترت يعني طبعا يعني العمل بهذه المنصة. طبعا تقدر تختار العديد من المنصات، ولكني ركزت على هذه المنصة حتى يكون يعني الدفع بالسي بي ام اول شيء حتى اتمكن من النجاح في هذه الحملة. نوريكم كيفاش تعمل الحملة بطريقة سهلة وسهلة جدا. طبعا ليست هذه المنصة وحيدة، في العديد من المنصات ان شاء الله لو اردتم نوريكم طرق الاعلان بها، ولكن في Propel Ads اخترت العمل باعلانات البوش نوتيفيكيشن. مهم جدا ان تكون ذكي. تنفسر لكم، اول شيء نختار البوش نوتيفيكيشن، تعطيها اسم الحملة بتاعك مثلا نسميها تيست. ومن ثم هنا انا دائما نترك فقط الكلاسيك بوش، لا استعمل البوش به. هنا لو استخدمت السي بي سي او السمارت سي بي سي ستلاحظ انه سعر النقرة سيكون غالي لانك ستستهدف امريكا. انا شخصيا فقط استخدم السي بي ام. لماذا سي بي ام يا فيصل؟ لاني ببساطة اريد ان اعطيه ارخص سي بي ام. هنا نحب ندفع للظهور وليس للنقرة، بمعنى أنه إعلاني يكون مثير للناس. قد ما يكون إعلاني مثير للناس فالناس راح تنقر عليه، ستدخل الصفحة سأربح. يعني هنا العمل على CTR. لابد للنجاح في هذا النوع من الإعلانات لابد يكون إعلانك يجلب الزوار، لأنه لا قدر الله لو اخترت الدفع بالCPM وكان إعلانك يعني لا يجلب الناس
فهنا ايش يصير؟ نسبه السي تي ار او النقر عند ظهور الاعلان راح تكون ضعيفه، فعندما سيأتيك زوار ستدفع مبلغ كبير والزوار قليل. ركز معي في هذه النقطه، لابد تدفع بالسي بي ام ولكن لابد يكون الاعلان جيد. اوكي، هنا تضع طبعا التارجت يو ار ال او الصفحه التي تريد استهدافها. هنا انا اضع زائرا واحدا لكل 24 ساعه، مهم جدا. وهنا بالنسبة للزوار نحبهم فقط من عند موقع بروبل أدس، لا أريد من البارتنر. هنا أتركهم الكل هاي والميديوم واللو. أنت تقدر يعني في الأول تقدر تضع فقط الهاي ثم تضيف الجميع، دم عادة اللو يكونوا ناس يعني غير متفاعلين جدا مع الكونتنت، والموقع يعني لا يحتسب أولئك الزوار الذين يدخلون ويخرجون مباشرة لا يتم قبولهم. عادة يحتسب فقط الزوار المتفاعلين، لأني عادة أترك هاي، ولكن أنت في البداية أنصحك خليك الثلاثة، خليهم الثلاثة. أوكي، وكما قلنا هنا تختار ديما الدول التي تدفع جيدا في هذا الموقع. طبعا السي بي ام عندهم متغير، ديما تدخل لهذه الخانه، ننصحك تدخل يوميا لهذه الخانه وتشوف افضل الدول في السي بي ام. على سبيل المثال هنا نشوف انه الامريكا سي بي ام ممتاز، فانا ختمت على امريكا. مثلا ايام اخرى اجد انه لا ادري، مثلا البرازيل جد سي بي امها جيد ولي نخدم على البرازيل، وهكذا دواليك. مثلا راح نجرب على البرازيل على سبيل المثال، 12 دولار كألف زيارة ليس بالسيء. مثلا هنا نحط البرازيل هكذا، أوكي، والسي بي ام هنا نعطيها أضعف سي بي ام ممكن. هنا يحط لي ريكومندد 0.02، أنا راح أضغط له 0.09 على سبيل المثال للسي بي ام فقط. أوكي، هنا ما نحطش الإم بيج كما قلنا، هذه نسيت ديما نحذفوها. أوكي، يعني نحاول نضعف السي بي ام لأضعف حد ممكن. وهنا كما قلنا منذ قليل العمل على الإعلان، بمعنى هنا باش تختار البلاتفورم اللي باش تعمل عليها، الديسكتوب أو الموبايل، أنا ديما نعمل على الديسكتوب. وهنا تحط الإعلان الخاص بيك، وأهم شيء هنا التارجيتينج. أنا في حالتنا مثلا مقالة عن سبور اختار سبور، مقالتك على شوبينج حط شوبينج، مقالتك فينانس حط فينانس، وهكذا دواليك. حاول تختار الكاتيجوري الملائمة، لأنه موقع يعني بروبر الأدس ما شاء الله عليهم في التارجيتينج جيدين جدا. يعني حاولوا تدعموا حسب النيتش الذي قمت باستهدافه في تلك المقالة، وبإذن الله راح تجيك أرباح ممتازة كما بينا لك منذ قليل. لن تحتاج خبرة كما تلاحظ، كوبي بيست لاستراتيجيتي واشكرني لاحقا. نحب نعود نذكركم للناس اللي تابع فينا، فأنا نعطيكم مجانا هذا الكورس، كورس القبول في جوجل أدسنس 100% مجانا. وهنا الكوبون للناس اللي تابعتنا، هذا هو الكوبون لين 24، يمكنك استخدامه للحصول على هذا الكورس 100% مجانا. رابط الكورس ورابط كل يعني ما تحتاجه من تولز اللي شرحناه اليوم تجده اسفل في الديسكريبشن ان شاء الله، وراح نحطه في التعليق مثبت، لانه بعض الناس عندهم شويه مشاكل في الديسكريبشن لا تجد الروابط، فايضا نتركه في التعليق المثبت حتى يصل للجميع. بالنهايه اخوتي الكرام، يمكنك متابعتنا الان عبر قناتنا على تيليجرام. ان شاء الله في قناتنا على تيليجرام راح نقدم العديد من الاستراتيجيات المهمه، خاصه بعد انه نسبه الوصول في الفيسبوك حاليا صارت سيئه جدا. لذا ان شاء الله في الاستراتيجيات والطرق ومساعدة الاخوة سيكون اكثر مركز على تيليجرام، لانه نسبة الوصول في التيليجرام افضل بكثير. فانضموا الى قناتنا، رابط قناتنا ايضا في التيليجرام ستجدونه اسفل في الديسكريبشن. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم من تابعنا اليوم، والسلام عليكم.